مرة تانية برحب بحضراتكم، برحب بضيفي المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي الذي ذكر في الجزء الأول من هذا الحوار لماذا حسم قرار ترشحه، الأسباب التي يراها في نفسه والتي تجعل منه رئيسا يعبر عن البسطاء. لكن هل يراه البسطاء كذلك؟ هل يرونه الرئيس الذي يعبر عنهم في هذه اللحظة؟ مسألة سنتطرق لها في أكثر من مرة في هذا الحوار. الأسئلة التي لا تزال تتوافد علينا عبر صفحتينا على الفيسبوك وعلى تويتر، بعضها أسئلة تسأل في العمق، أسئلة حتى لو كان بعضها من دافع المكيدة السياسية فإنها تحاول أن تصل إلى أشياء محددة يمكنها أن تحاسب مرشح رئاسي، ونحن لا نزال في بداية المرحلة الانتخابية. قبل ما تطرق على هذه الأسئلة أنا بسأل حضرتك على من تراهن. حمدين صباحي الذي وصف نفسه بأنه مرشح الثورة، ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو، من أحد دعائم حلف 25 يناير هم الإسلاميين، وأحد دعائم حلف 30 يونيو هو تيار الذي يمكن أن يطلق عليه البعض أنه هو الفلول، والتيارين بيتفقوا على عدم تحبيز حمدين صباحي كمرشح رئاسي، وبعضهم بينصبوا العداء علنا. كيف يمكنك أن تعبر عن هذين الثورتين وإنت على خلاف مع تيارات رئيسية في الثورتين بمجموعهم؟ ده يطمني على ان انا في موقفي صحيح. اما الاقي الاخوان وهم جماعه اثبتت فشلها في الحكم وفشلها في المعارضه، فشلت في الحكم لانها احتكرته على حساب مجتمعها وشركائها، وفشلت في المعارضه لانها تورطت في العنف وما نجم عنه من دم وكل الدم المصري حرام. اما دول يبقوا ضدي وما يبقى المفسدين من رجال مبارك ضدي، فده يطمني ان الحمد لله على الصراط المستقيم اللي يرضيني قدام ربنا وشعبنا. انا راجل واضح، انا مع وفي وسط وتحت امر القائد والمعلم بالنسبه لي اللي هو الشعب المصري. الشعب ده عمل ثوره عظيمه وموجتيها اعظم من بعض في 25 وفي 30. اللي هيقول على 25 مؤامرة مش عاوزه ومش ضمن فريقي، واللي هيقول على 30 انقلاب لا هو ضمن فريق ولا انا عاوزه، بوضوح كده ده يخسرني اصواتهم لكن انا اهم حاجة في المعركة دي ان اكون متسق مع اللي انا مؤمن به، نيتي خالصة لربنا وكلامي واضح حتى لشعبنا. لو كان التيار الذي تخاطبه أصبح ينكمش وأصبح البعض حتى من أيدوه في البداية أصبحوا ضده، شايفين إن آدي اللي جابته الثورة وزي ما أنتم شايفين والإرهاب وما إلى ذلك. كويس أوي. الثورة دي أغلبية الشعب صنعها وهيفضل معها على طول. هو الشعب عنده زهق طبيعي، أنا عارفه وحسه ومقدره وفهمه وعرف اتعامل معاه. وايه اللي هيخلي الشعب يصبر عليك لو بقيت رئيس؟ لا، الشعب هيصبر على الرئيس اللي يصدقه، الشعب هيصبر على الرئيس اللي ينتصر له، الشعب هيصبر على الرئيس اللي يبقى قادر انه يمتلك اراده سياسيه حاسمه ان ينتصر للناس فياخد قرار لصالح الناس يرضيهم ويحسن عيشتهم ويجيب لهم ما دفعوا ثمنه من دم شهدائهم ولسه ما استلموش منه حاجه تقريبا حتى الان. اذا الرئيس ده ماشي على السكه العدله دي اللي هي سكه انه رايح ناحيه العيش والحريه والعداله الاجتماعيه، الشعب معاه. الرئيس ده بقى ماشي بالسرعه المطلوبه، كويس قوي، اسرع بعون الله والشعب، عظيم. لو بطأ حتى شويه هم هيعذروه لانه ماشي على السكه الصح. هذا يستدعي شعبيه ربما تكون كبيره لا يستطيع اي مرشح حتى الان من الذين عرفت اسمائهم باستثناء المشير عبد الفتاح السيسي ان يكون كويس أوي. يجمع حوله عدد كبير، فبالتالي الشعب يصبر عليه يقول الاجراءات صعبه دلوقتي فيستنى. ده كلام كويس قوي. هي الشعبيه دي مش هتبان في الصندوق يوم الانتخابات المفروض؟ طيب انا مقدم نفسي مرشح لاني عندي يقين في الله وفي الشعب، وداخل اصوات اغلبيه شعبنا تختارني رئيسا. اذا اختارتني رئيسا يوم الانتخابات فخلاص ان الشعبيه معايا، اذا اختارت غيري فالشعبيه معاه، والاثنين اللي هيجي
منهم مطلوب منه أن يفي بوعده وأن يحقق ما طلب الشعب والتزم هو به. وأنا موافق، دي حزبة عادلة جدا. ألا تخشى من اتهامات بأنك ممكن تتسبب هنا في تفتيت الأصوات لصالح تيارات الثورة المضادة، دخول مرشحين آخرين قد يكونون مدعومين من جماعة الإخوان المسلمين سرا أو علنا، أو من قوة دولية سرا أو علنا؟ شوفي، أنا راجل واضح جدا، أنا داخل هذه الانتخابات مؤمنا بربنا وشعبنا ومعبرا عن أهداف ثورة قلت وسأعيد، أنا ما بحتكرهاش، أنا مرشح منتمي للثورة، بس ما منعش اي حد ان يرى نفسه كذلك خالص. تمام. منتمي للوطن وكل المرشحين الوطنيين، يا اهلا وسهلا. ها، هنتميز. كان في كلمه كده دايما اقولها في الانتخابات اللي فاتت، اما تلاقوا البرامج شبه بعض صدقوا المرشح اللي يشبه برنامجه. انا شبه برنامجي، ومش هقول حاجه مش موجوده جوايا، جوا قلبي وضميري وعقلي ومقتنع بيها، والناس هتصدقني ده لأنني حسن الظن بالله وبالناس شعبنا، واللي هيصدقوني يقولوا حمدين مخلص لكن في حد أقدر منه أهلا وسهلا، اللي هيصدقوني ويديني أصواتهم بحييهم، ده الاختيار الصائب كما أعتقد، اللي مش هيصدقوني ربنا يقشع الغشاوة عن بصائرهم إذا كانوا كذلك. طيب، إذا أنا دخلت هذه الانتخابات وقلت برنامج فأنا أعنيه، مش هقول برنامج لأن العدالة الاجتماعية يعني على سبيل. لكن هل أنت قادر على تحقيقه؟ طبعاً. هذا هو السؤال الذي يطرحه عليك حتى مشاهدينا على صفحتنا التفاعلية. جون مكرم مثلاً بيطرح سؤال في العمق، بيسأل حضرتك على الفيسبوك، بيقول هل يستطيع حمدين صباحي الرجل المدني القضاء على الإرهاب ودحر التعابين التي خرجت من جحورها بعد ثورة يناير وبالتالي استعادة الأمن لسيناء والشارع المصري؟ هل يضمن ولاء وطاعة قيادات الجيش والشرطة له وهو رجل غير عسكري؟ بنموذج أحمد عبد الشافي بيقول لحضرتك، هو حضرتك بتقول ان عبد الناصر مثلك الاعلى وفي نفس الوقت بتطالب رئيس مدني، يا ريت نفهمها، ايه الفرق بين عبد الناصر والسيسي؟ ولا عبد الناصر كانت خريج تجاره خارجيه زي ما بيقول احمد عبد الشافي؟ ده نموذج في منطقه واحده، بعد كده ننتقل لمناطق ثانيه. نعم، انا الاقدر على ان يحقق الامن للبلد. ازاي؟ لان انا بحترم هذا الشعب وبحترم جيش الوطن وسأدعم الجيش والشرطة دعما هائلا في مواجهة الأمن. احنا معنا بعض الصور لبعض ال لكن أنا هقدم ميزة إضافية من وجهة نظري. أما بدعم الجيش، إذا جئت رئيسا وأنا بحترم هذا الجيش وحريص على أن أضمن له ما يحافظ على كفاءته وقدراته وتسليحه وتهيئه القتالي وإجماع شعبي حواليه، لأن الجيش في مقامه وهو المقام اللائق به لابد أن يكون محل إجماع شعبي، ما يدخلش ولا ينبغي أن نسمح ليكون طرفا في مبارزة أو في خلاف سياسي أو في صراع انتخابي. حتى لو خرج الرئيس حمدين صباحي عن السياق وبدأ أن الناس مثلا خرجت عليه أو خرجت ضده، مين ساعتها اللي هيفصل في الأمر؟ الشعب ولا يفصل زي ما فصل في الاثنين. بس الميزه بقى في الحاله دي، اما بقى انا رئيس، جيشنا يفضل زي ما حر. اما لان حمدين صباحي لا قدر الله ما اداش مهامه كرئيس فالشعب خرج ضده، جيشنا يفضل حر زي ما كان حر وهيقدر ينحاز له ببساطه. لكن لو جاء واحد من قلب الجيش دلوقتي وترشح، اذا نجح هذا ما نريده وسنعينه عليه بكل طاقتنا، اذا لا قدر الله اخفق، ايه موقف الجيش؟ هيبقى موقف حرج. فخلينا ما نعرضش الجيش لهذا الموقف الحرج. خلينا نتكلم احنا بس صباح. عشان اكمل لك النقطه دي، ايه اللي انا بقدمه اضافه؟ انا هدعم الامن جيشا وشرطه باخلاص واقتناع، لكن الشرطه وهي بتمارس مهمتها العظيمه وبتقدم شهدائها اللي هم شهداء الجيش وشهداء الشعب، كلهم شهدائنا لا نفرق بين احد منهم، الشرطه بتأدي دورها، من الطبيعي ان ترتكب اخطاء ككل تجربة إنسانية. صحيح. أنا وجودي هيساعد على أن ننقي جهاز الشرطة من هذه الأخطاء. ما خدش أنا العاطل بالباطل. ما روحش أقبض على 10، 5 منهم بتوع إرهاب وخمسة اتضح لي أنهم أبرياء فأفضل أدي للأبرياء 15 في 15. مش هدخل شباب الثورة السجون. مش هعرف أتناقض مع مبادئي
في اني هحترم كل مصري وسأعامله بدولة القانون وبنصوص الدستور اللي انا دعيت له ووافقت عليه، ولن احرم مصر من حرياته. اللي بيعمل ارهاب هيتجزر بالقانون، اللي بيقول رأي هيحترم برضه بالقانون. دي ميزة اضافية وجود مثلي، مش لازم انا. جميل. الفترات الاستثنائية دي ميزة اضافية لاني ساكون اقدر على ان احنا بنواجه الارهاب ما نغلطش في المواجهة الامنية ونوسعها وتشمل ابرياء، بحيث انا ليه بدي الاخوان المسلمين تعاطف غير مستحق بالاخطاء نظريا، بالاخطاء التي ترتكبها ادارة الدولة ومنها الامن. يبقى اذا انا بقدم هذه القيمة الاضافية من وجهة نظري. جميل. البعض يرى ان الاوقات الاستثنائية قد تتطلب احيانا اجراءات استثنائية، توسيع الاشتباه، غيرها من المسائل. هل سيصبر هذا التيار الذي ناصر حمدين على الاسس اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي؟ نعم. اذا حدثت اجراءات استثنائية، ولا هتجد نفسك مضطر في فترة امام مطالب واسعة بان عليك ان تستقيل لانك تنكرت لعهود أصبحت غير صالحة للوقت؟ كل أصلاً. إجراء استثنائي هو استثنائي بالقانون ومحكوم به. أنا ممكن أوسع دائرة الاشتباه، لكن لما اشتبه هجيب 50 واحد. لازم يبقى عندي كفاءة واحترام لنصوص الدستور والقيم والأخلاق هذا البلد، بحيث أبقى أكون قادر على أن 50 اللي اشتبهت فيهم يبقى كفاءتي تخليني تاني يوم بقول ل40 واحد منهم تفضلوا احنا اسفين، كان لازم نجيبكم عشان دواعي الامن تستدعي ذلك، فهم هيتفهموا. ودلوقتي بنقول لكم مع السلامه، روحوا بيتكم لاهاليكم وبيتكم. لكن لو اختزنت ال40 بريء دول، يبقى معناها حاجه من الاثنين: اما نقص كفاءه في الجهاز اللي بيحقق ويتحرى، وده يظلم ابرياء لا ينبغي به، وده معناه ان احنا لازم نعطي لجهاز الشرطه كل الممكنات الضرورية لرفع تحسين أدائه ورفع كفاءته وتحسين أدائه في أفراده وفي منشآته وفي الأجهزة التي يستخدمها وفي تغيير ثقافته باتجاه مزيد من الالتزام بالحريات ونصوص الدستور وحقوق الإنسان، ويبقى شبه شعاره إن الشرطة بخدمة الشعب. جميل. مش تبقى فوق هنا. أما يبقى ده فاهم الأمر، طب ما هو كل بلد بتواجه اجراءات استثنائيه ولا بد من حسم في لحظات الاستثناء. بس انا عاوز احسم ضد مين؟ انا عاوز احسم ضد المجرمين او المتهمين حتى يثبت القضاء ادانتهم. لكن لما اجي احسم، جزء من كفاءتي في الحسم ان انا قدر الاصابه بالنيران الصديقه اللي ممكن تيجي من الشرطه في الابرياء يبقى محدود او من عدم. جميل. لكن ستظل دائما هناك اختبارات، ستظل هناك دائما اختبارات، لانه ستظل دائما هناك مجموعات اكثر راديكاليه حتى في اتجاه الثوره، مجموعات تريد دائما ان تثبت اشياء شيء ما، زي ما حدث مثلا. يعني كيف يمكنك ان تتصرف في مواجهه ما حدث، الازمه التي حدثت ايام قانون التظاهر، عندما راى البعض ان كان على القانون ان يطبق على الجميع، كيف كان حمدين صباحي سيتصرف لو كان رئيسا؟ لا، انا كنت صدرتها، ما كنتش اصدر هذا القانون، ده قانون خطا صدر في الوقت الخطا. انا بحترمه لانه قانون، وانا ملزم بان ادعو الجميع لاحترام القوانين. وقلت بوضوح لرئيس الوزراء والرئيس الجمهورية: هذا قانون خاطئ صدر في الوقت الخطأ، وده نموذج لسوء الإدارة السياسية، لأن البلد دي جابت سلطة انتقالية مبنية على تحالف 30 يونيو. أنا مهمتي في الإدارة إن أمتن التحالف بتاعي وأحرم التحالف المضاد اللي بيقود الإخوان من أي فرص، من أي فرص، وأفكه. ده السياسة. أما طلع قانون التظاهر، القانون ده ما استخدمش ضد مظاهرات الإخوان بالمناسبة. كنت مطلعه ليه؟ عشان شباب في قلب الثورة 25 و30 أحطهم في الزنازين؟ ده نموذج للفشل السياسي في تمتين تحالف كان ينبغي الحرص عليه. إيه الحل؟ اقترحته: نحترم القانون بما أنكم أصدرتوه، وده خطأ من وجهة نظري، لكن بحترم حقكم في التقدير، تعالوا نعدله. نعدله وفق إيه؟ فاقترحت أن أساس التعديل يبقى توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وده مجلس قومي لحقوق الإنسان له اعتبار
لا يمكن لأحد أن يتهمه بأنه مناهض لي أو موالي لي، وده كان اقتراح كويس لم يؤخذ به حتى الآن. الدستور اللي احنا أقرناه بيقول أن هذا القانون للتظاهر اللي لم يستخدم ولا مرة ضد الإخوان المسلمين ومظاهراتهم، واستخدم ضد أبناء الثورة وحبسهم، وهذا لا يليق بإدارة سياسية بتحترم المعاني الناجمة عن القرارات. في معاني بتسيد في المجتمع. هو شباب مصر الغاضب ده أكبر حاجة مغضباه إيه؟ حاجتين، إن مفسدي مبارك عايمين على الوش، وإن شباب الثورة مرميين في زلازل، وهم على حق، هؤلاء الشباب على حق. هل حاولت أن تتواصل مع الحكومة، مع القيادة السياسية، حاولت من أجل حل هذه الأزمة؟ نعم حاولت. عملت إيه وإيه الردود اللي تلقيتها؟ بصي، أنا اتحاورت مع وزير الداخلية وبدأ متفهما جدا لكل ما أقوله، وأنا أشهد له بذلك. وبعدين؟ وتحاورت مع سيد رئيس الجمهورية، هذا الرجل المحترم الرصين المستشار عدلي منصور، وبدأ متفهما لذلك. وتحاورت حوار طويل مع السيد الدكتور حازم الببلاوي وأعضاء من حكومته، واستمعوا باحترام دون أن يبدوا بالدراء تفاهما، لكن وعدوا بلجنة مجتمعية لتعديل القانون، ودي ما تمتش. امتى الكلام ده كان يا فندم؟ كل ده يوم ما صدر القانون مباشرة وفي أعقابه بأيام. وطلبت الفريق السيسي في لقاء خاص أن يقدر أن حلف الثورة ده جزء رئيسي منه شبابها، فإذا سمحنا تحت أي شرط أن شباب الثورة يبقى في السجون، هنبقى أخطأنا في حق تحالف 30 يونيو اللي هو جزء رئيسي فيه، وهو اللي أخذ البطولة الشعبية المستحقة بانحيازه للناس، فليس من مصلحة البلد ولا من مصلحة الجيش. تلقيتها هنا؟ كل الذين حدثتهم أبدوا تفاهم. وبعد التفاهم؟ النتائج الحقيقة جزئية جدا، بدليل إن إحنا لسه لحد النهاردة وأنا بكلمك عندنا عدد من السجناء. أنا رأيي ورأي أي حد منصف في هذا البلد، سواء هم يتفق معهم في رأيهم السياسي ولا لأ، وأنا مع الخلاف معهم تماما في أي رأي سياسي بيقولوه، لكنه شايف ان مكانهم الطبيعي ما يبقوش في الزنزان. دول اللي ضد الارهاب وضد فكر الاخوان اللي هو بالنسبه لي اهم من الارهاب. انا مش بواجه ارهاب ماسك بندقيه هقضي عليه، ملوش مستقبل. انا بواجه مشروع اللي هو مشروع الاخوان، هو نفسه كمشروع فكري مشروع مستبد ينمي تربة الارهاب. بس لما اواجه مشروع فكري ما بواجهوش بالبندقيه، بواجهه بالفكره، بخطاب ديني مستنير يحرمهم من احتكارهم للدين، يقدم رؤية للإسلام السمح العادل المنتصر للحريات والحقوق والعدل. هذا جانب فيما قد تكون أشرت عليه. بالضبط، ده جزء. حضرتك أشرت إلى حل سياسي، وأنا بسأل حضرتك هنا، أنت في خصومة مباشرة مع أبناء هذا التيار اللي شايفين أن حضرتك انتصرت للانقلاب من وجهة نظرهم، شايفينك خصم سياسي للأفكار التي وأنت في مرمى نيرانهم الحقيقة من منذ حلولك في المركز الثالث في الانتخابات الماضية. كيف ستتعامل مع أبناء هذا التيار؟ الشاب الذي لا يرى حمدين صباحي، لا يعبر عنه ولا عن مشروعه، ويناقض كل ما يهتم به. إذا أصبح رئيسا كيف ستتعامل معه؟ سأتعامل معه باحترام تام كمواطن مصري. أنا عارف ان البلد دي مش محتاجة انتقام ولا انقسام، البلد دي محتاجة عدل ومحبة ورحمة وقدرة على لم الشمل، انما على اساس واضح. على اي اساس لم الشمل في الوقت اللي اصبح يتحول هذه المسألة لإرهاب ولعمل عنف؟ لا، الارهاب لا يفل الحديد الا بالحديد. اللي هيشيل بندقية عشان يطلقها على مواطن أو جندي شرطة أو جيش سيواجه بنفس الدرجة وأعلى من العنف العادل، وهو عنف الدولة العادلة. لكن أنا مش عاوز الرش بقى يسيب بقية الناس الغلابة اللي جنبه، دي المسألة. وبعدين لما أجي أواجهه أنا بقول لك أنا مش في خصومة مع ما يسمى تيار إسلامي، أنا في صراع جاد مع جماعة متحجرة هي جماعة الإخوان المسلمين، وأنا في صراع جاد مع كل إرهابي أيا كان مصدره. إنما أن في واحد طيب متدين بيحب دينه
وهو بيقول على الاخوان المسلمين ده دمت بتوع ربنا في انهم سووا سمعتنا. انا مش مخصومه مع الراجل ده خالص ولا مع الست الطيبه اللي قاعده تدعي في دارها دي. انا مش مخصومه مع ما يسمى تيار اسلامي. انا في خصومه مع جماعه الاخوان وفي تحدي قاطع مصيري مع الارهاب. كل من كان مع الارهاب ممارسه او دعما او تغطيه او استحسانا انا اقف ضده بحسم. كل اصحاب الراي هعاملهم كرئيس خادم للشعب مهمته انه يطبق الدستور والقانون. الدستور ده بيقول اللي يقول راي احترمه. جميل. اما يجي لي بقى بنت عامله لي مسطره عليها اشعار رابعه. طب ودي هتعمل ايه؟ نسجنها دي ليه؟ انا عاوز افهم. لكن لما يجي لي واحد بيقول سنقتل ونتحدى لابد ان اكون بالغ الحسم ضده. هل ترى ان الندى يا ست منى وانت بس وحيد شاعر عبقري صديقي وحبيبي انا بقول لكم احنا عاوزين يبقى عندنا الكفاءه ان نضع السيف في موضع السيف والندى في موضع الندى. جميل. هل ترى ان الامن هو الذي يمكنه ان يودي ممارسات الامن هي التي يمكنها ان تودي بتحالف 30 يونيو؟ ساستمع الى اجابه حضرتك على هذه النقطه ضمن اجابات على اسئله وردت على الهاشتاج اللي احنا عاملينه على تويتر وعلى فيسبوك اسال حمدين. سؤال تكرر باكثر من صيغه على فيسبوك وعلى تويتر عن تحالفك مع جماعه الاخوان. رضا ابراهيم بيقول ان حضرتك بقالك 40 سنه سياسه تعاملت مع الاخوان اخر من تحالفت معهم زي ما ظهرت لكش حقيقتهم. نفس السؤال بيكرره بصيغه ثانيه محمد عمر على فيسبوك بيقول لك ان حزبك الذي تنتمي اليه تحالف مع حزب الحريه والعداله، انت كنت حليف الاخوان المسلمين، فكيف اكتشفت الان انهم ارهابيين ولم تكتشف ده طول الفتره التي تحالفت معهم فيها؟ اتفضل. ده دلوقتي ولا بعد الفتره؟ سؤال محتاج تفكير. الحدوته دي بسيطه خالص لاي حد مستقيم. اي حد عنده تفكير مستقيم. مش تفكير تآمري وبيلبس طوائي. ما بحبش تلبيس الطوائي. ها الكلام عدل. اخوان دمت في وقت كانوا بيخشوا السجن انا دافعت عنهم، مش كنت حالفهم، كنت مدافع عنهم وهما بيخشوا السجون، لان كنت بخش السجون زيهم بالمناسبه. كنا بنتقابل في الزنازين والميادين والبرلمان، دي مرحله. وبعدين الاخوان دول نزلت الميدان زي كل المصريين، فهم جم، هم كانوا شريك متاخر في ثوره 25 يناير بس وصلوا. كنت اطردهم من الميدان ولا اتحالف معاهم؟ اتحالفت معاهم لكن ما اشتغلتش زيهم. دول راحوا قعدوا مع عمر سليمان، انا ما روحتش على سبيل المثال. بعد 11 فبراير هم شقوا طريقهم وحضنوا المجلس العسكري، حضنوا بعض، انا ما كنتش معاهم. اما تعرض انتخابات وكنت وقتها ولا زلت، لكن طبعا مع الانتخابات هأجمد نفسي في حزب الكرامة وفي التيار الشعبي. حزب الكرامة كان واحد من 40 حزب عاملين حاجة اسمها التحالف الوطني الديمقراطي والإخوان جزء منهم، واحنا رحبنا بهذا التحالف وشفنا انه بيحقق أهداف الثورة كويس قوي. ده كان طبيعي في ساعته وما كناش لوحدنا ككرامة، كانت أحزاب كثيرة بعدها بيزايد علينا وهم كانوا معانا. هل يمكن أن يعود هذا التحالف في لحظة تانية؟ لو شعر حمدين صباحي المرشح الرئاسي أن هذا التحالف قد يصل إلى كرسي الرئاسة؟ لن يعود ولن أصل إلى كرسي الرئاسة بأصوات الذين أقف ضدهم الآن. بس عشان أكمل لك ما نقفس، وبعدين جت الانتخابات. اللي بيقول حمدين صباحي كان متحالف مع الإخوان ناسيين أن الانتخابات الرئاسية اللي فاتت دي انا جبت فيها 21% وشفيق 23 ومرسي محمد مرسي 24 وشويه. حلو قوي. طب انا لو كنت متحالف معاهم كنت ترشحت ليه ومرسي مترشح؟ مش يسالوا نفسهم عشان تفتت الاصوات هم قالوا كده؟ يعني انا بتكلم في الجد، لان في كثير من الهزل اقدر اضحك عليه ويصعب عليا بيقولوه، بس لا يليق على فكره. هذا الهزل يتكرر مره ثانيه، الحكمه تصف حضرتك بالهزل. نعم هذا يتكرر مره ثانيه. هناك من يرى انك مدعوما بشكل سري من الاخوان وانك مدعوما من الفلول. الهزل الكتير ده ماشي في السوق، وده من الحاجات اللي بتبقى على هامش الموالد يعني. بس انا ممكن اضحك عليه، يصعب عليا اللي بيهزل، ها اقول ربنا يعني ايه ينعم عليه ويفوق، لكن ليس من شأني على الاقل بنفسي ان اهبط الى مهام مثل هذا الهزل. انا عاوز احافظ على ان انا
بقدم نفسي للشعب لازم أليق بأن أنا أقدم نفسي له. فليس كل ما يقال من هزل يستحق أن أنا شخصيا أرد عليه. طب هنتوقف مع بعض ما يستحق الرد عليه. هضيف بس جملتين. اتفضل. ترشحي في انتخابات الرئاسة الماضية هو بيان معلن للناس أن في حمدين صباحي وفي مرشح الإخوان. اللي بيتكلموا عن تحالف كان أول بحمدين صباحي يؤيد مرشح الإخوان. محمد مرسي عرض علي أن أكون نائبا له في الجولة الثانية. والفريق أحمد شفيق نفس الأمر. قلت للدكتور لن أقبل. ليه؟ لأنه لم يفلح في أن يقول لي أو يطمئني أنه هيكون لكل المصريين مش للجماعة. فرفضت نائب رئيس مع الدكتور محمد مرسي. ورفضت نفس الأمر مع الفريق شفيق. هل أنا بهذا المعنى عاوز أنبه الجميع. لأن دلوقتي في ناس يعني غلابة بيقولوا عليا كلام أغلب منهم ها؟ في برامج تلفزيونية وعلى النت وكلام من ده. وده هيترد عليه بالقضاء. هتقاضي حد؟ هتحرك عدد من المحامين المحترمين من أصدقائي وإخواتي في الكرامة والتيار الشعبي هيتصرفوا مع هؤلاء قانونيا. هل يليق من وجهة نظرك بشخص يقدم نفسه على اعتبار أنه رئيس مصر القادم أن يدخل في خصومة؟ لا أنا مش داخل في خصومة. أنا برد الاعتبار لأن توجيهات الاتهامات كتير من التهمات اللي بترد عليا بعتبرها حق للناس. إما لأنهم لا يعلمون وكل امرئ معذور بجهله أو أنهم لهم كيد فمن حقهم يكيدوا لأنه فاهمين أن المنافسة الانتخابية كده وأنا مش طريقتي في المنافسة طول عمري وبالذات في هذه المعركة هلتزم بمساق شرف محترم أو متصورين أنهم بكده بيقللوا من اللي مجتمع عليا دلوقتي مين؟ اتهام من الإخوان بإني بتاع العسكر وبعض الشباب اللي هم ثوريين فعلا بس بطريقه اختلف معاهم في التقييم فيها ممكن تحترم رايهم او اتهم من الفلول ان انا بتاع الاخوان. حلو قوي يجتمع عليا الاخوان او اتهم من الاثنين بانك مدعوم من الفلول وتتلقى اموال منهم ده موضوع تاني يعني. طيب حلو قوي. طيب هذه الاتهامات انا بقول لهم يا اخواننا اهو ناصرناهم لما كانوا بيضطهدوا شاركناهم اما حضروا في الثوره نافسناهم في انتخابات الرئاسة والأصوات اللي أنا جايبها قريبة من الأصوات مع فروق يعني مفهومة من اللي هم جايبينها. ده معنى الكلام ده إيه؟ لو أنا كنت قابلت أتحالف مع مرسي من الجولة الأولى وأصواتي راحت له بس أنا طبعا ما ملكش أصواتي لأن اللي ادوني أصوات أنا ما بتحكمش فيهم العكس قد يكون صحيح. طيب ما كان محمد مرسي نجح من أول جولة بس أنا ما اتحالفتش مع الإخوان أنا نافستهم في انتخابات الرئاسة. طب بعد انتخابات الرئاسة أما طلبوا مني التأييد أنا أعلنت لن أؤيد لا المر ولا الأمر منه وده موقف مفهوم. حلو قوي. عاوز بقى أقول لفقهاء اللي بتحرككم شوية يعني إما أجهزة مش فاهمة يعني إيه دور وطني أو حملات خايبة مش فاهمة يعني إيه تكسب انتخابات أو طموح شخصي إن هو يبقى باين في الصورة عشان يزايد لصالح مرشح يعني يزايد لصالح حد عسى إن ربنا يكرمه ويبقى إيه يحنن عليه بحاجة. اللي بيتهموني دول أنا بقول لهم طب يا جماعة يا طيبين لو هو حديث جد مش هازل. طب حمدين صباحي ده رفض يأيد محمد مرسي. حلو. طيب حمدين صباحي ده هو واحد من الذين قادوا الحركة الشعبية لإسقاط محمد مرسي. حكم الإخوان اللي لعب دور في تقويضه شعبيا كان جبهة الإنقاذ ومن بينها وأنا مش من بينها وعلى رأسها بكلام واضح أنا العمود الرئيسي فيها عشان هذا وقت لا يقبل لا غرور زائف ولا تواضع في غير موضعه. أنا العمود الرئيسي فيها مش كشخص كتيار شعبي. اللي عامل جمعة كشف الحساب وعامل منصة هجمت من الإخوان كان التيار الشعبي. اللي دعا لأول مظاهرة في الاتحادية كان التيار الشعبي. أنت رفضت بشكل واضح. عاوز الناس ترجع للتسجيلين وبطلب من حضرتك لو عندك تزايهم. دعوتي للجماهير بالنزول يوم 25 يناير ودعوتي للجماهير بالنزول يوم 30 يونيو ووجودي في الميدان في اليومين حتى لو لم نزحهم الذاكرة القريبة. طيب. لا تزال أكمل بقى عشان أغلق هذا القوس. اللي لعب دور رئيسي جابت الإنقاذ وكان ليا شرف أن أكون من بينها
وحملة التمرد، وكان ليا شرف أن أكون من داعميها أنا بالمعنى الشخصي وأنا بالمعنى التنظيمي، تيار شعبي وكرامة. سأعود مرة ثانية إلى المعنى الشخصي والتنظيمي. إذن أنا عاوز بس الناس يعني اللي خايفين، إخواننا أنا بقدم نفسي مرشح لتحالف وطني واسع بعبر عن الشعب المصري قد 25 و30، وبتعاهد أمامكم وأرجو أنكم مصدقيني، اللي شايف 25 مؤامرة لا هو معايا ولا بسعى له، اللي شايف 30 يونيو انقلاب لا هو معايا ولا أنا بسعى. جميل، حضرتك وضحت هذه النقطة. أنت رفضت كما ذكرت أن تكون نائبا لمحمد مرسي أو لشفيق في مرحلة مبكرة، هل يمكن لحمدين صباحي أن يوافق أن يكون نائبا للمشير السيسي مثلا إذا دخل الانتخابات؟ هل يمكن أن يشكل فريقا رئاسيا؟ من هو الفريق الرئاسي الذي سيخوض به حمدين صباحي الانتخابات، وهل سيعلن عنه؟ أستمع إلى إجاباته بعد هذه الوقفة القصيرة، ابقوا معنا.